بدنا نجرب نطبق عملي على البيتبول لما يهاجم واحد ويعضه، نشوف طريقة كيف في حال انه فش معك ايش احنا بنحكي. يعني اجيت لقيت كلب بيتبول زي ما بتشوفوا على الفيديوهات، وبتشوفوا انه ببلشوا ضرب بالبيتبول، ببلشوا تكسير فيه البيتبول ما بترك. احنا بدنا نلاقي طريقة للبيتبول كيف يترك في حال عض واحد. اي اطلق صراحة البيتبول فريد. يلا خذها ثاني شيء. طبعا اذا البيتبول حاول يلف عضك امشي معه بالعكس. خليك زاكر، خليك زاكر، خليك زاكر. خليك كيف كيف ايوه الف الايد منيح هيك اعطيك جنب هذا. ايوه هين 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 هاي اعطيه هيك. ايوه هين يلا شايفه. خليك خليك طبعا اذا الكلب ما ترك ايش تفت له هيك. هيدا ترك اشوف. يلا تعال هيك تعال هيك. هاد واحد بقاله. يلا جبنا كمان الكلب هذا عشان نضل نجرب. هذا الكلب شطب، هذا بيمسك الخنزير بفلتش فيه. هذا الكلب اللي مرة هاجم إبراهيم وكريم بس بالليل، لسه بنشوف أطباعه، بس كلب شرس جدا. بدنا نعمل التجربة عليه. الكلب هذا خطير. عليد عليد أيوة خليه عض. أيوة خليه عض. همسك همسك خليه أيوة. استنى شوي ويرجع عليها. يلا خليه ماسك اليد، خليه ماسك اليد، اعطيه البوز تبعها، اعطيه البوز. ايوه